الواقع محمود، الإدارة تحاول جاهدة الآن تأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وإذا أردت منع إيران من القيام بعمل ما، أولاً هي حددت يوم الخميس كانطلاق لهذه المفاوضات. حتى الآن حماس قالت بأنها لن ترسل وفد. هذا السؤال أنا نقلته إلى جون كيربي بالأمس، وقال بأنه على حماس أن تحذر وأن هذه الجولة ستبدأ. الإدارة الأمريكية ترمي بكل ثقلها من أجل إنجاح هذه الصفقة. أولاً كما ذكرت، عاموس هوكستين سيذهب إلى لبنان، سيغادر الليلة وسيكون في لبنان غداً في بيروت. أيضاً بريت ماكارك وهو منسق شؤون الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط سيذهب إلى القاهرة، ووزير الخارجية، طبعاً الخارجية لم تعلن عن زيارة الوزير حتى الآن، لكن حسب معلوماتي بأن وزير الخارجية بالفعل سيبدأ هذه الجولة التاسعة في الشرق الأوسط، وسيبدأ طبعاً من تل أبيب. ولم يحدد حتى الآن، يعني حتى هذه اللحظة رغم اتصالاتي مع الخارجية لا نعرف إذا كان سيذهب إلى القاهرة أو إلى الدوحة، رغم أن كل يعني بعض المؤشرات تشير إلى ربما الحظ أعلى للقاهرة من الدوحة، لكن قد يذهب إلى الاثنتين. كما تعرف الذي يفاوض في ملف الرهائن هو مدير الاستخبارات المركزية، وهو CIA طبعا، وهو ويليام بيرنز. لكن وجود وزير الخارجية إلى جانبه هذا يعطينا مؤشر على كم تريد هذه الإدارة أن تنجح الصفقة. تريدها أن تنجح بأسرع وقت في عام انتخابي حتى يؤمن الرئيس بايدن نصر خارجي ويطلق سراح الرهائن الأمريكيين بالتحديد، ليس فقط الإسرائيليين لكن الأمريكيين، حتى لا يقارن بجيمي كارتر، حتى لا تأتي إدارة أخرى وهي التي تقوم بالإفراج على الرهائن من عدمها يعني. لكن على كل الأحوال ما تقوم به الإدارة الآن هو وضع كل الأطراف تحت ضغط هذا التوقيت، وهو 15 من أغسطس. سنرى إذا كان هناك نجاح، رغم أن كل الأسئلة التي وجهتها إلى كيربي وغير المسؤولين الإدارة كيف تختلف هذه الجولة عن الجولات السابقة، وخصوصا بأن حماس كانت قد وافقت سابقا على خطة الرئيس بايدن، وهي الخطة اللي على فكرة تتبناها الولايات المتحدة. خطة الرئيس بايدن التي تتكون من 3 مراحل، وافق عليها مجلس الأمن، وبالبداية قالت الإدارة بأنها خطة إسرائيلية، الآن هي تقول خطة أمريكية، لكن بغض النظر قالت بأنها مستعدة لتغيير أو تقديم ربما بروبوزل أو اقتراح كجسر إذا كان بالفعل هناك بعض العقبات بالتوصل للاتفاق. لكن حتى الآن لا يوجد هناك شيء ملموس نستطيع أن نقول بأنه يمكن لهذه الجولة أن تنجح.